مش هسألك، هطلب منك تحكي أشهر قصة حب في الفترة الأخيرة بينك وبين النجمة ياسمين عبد العزيز. عايز تعرف إيه اللي أنت عايزاه أنا أقوله لك؟ كل حاجة؟ كل حاجة. كل حاجة. ما هو في البداية فأنا اترشحت للمسلسل لآخر نفس مع ياسمين، وأنا كان نفسي أشتغل مع ياسمين عبد العزيز، مع النجمة ياسمين عبد العزيز يعني، كان نفسي أشتغل معاه جدا يعني. فلما الشركة رشحتني إن هو يبقى أدهم، فقالوا لي ساعتها في دور عند ياسمين عبد العزيز بس ظابط يعني. وأنت قلت أنت مش هتعمل ظابط. أنت كنت واخد قرار أنا عملت ظابط كتير ومش عايز. خلاص قلت لهم لا أنا هعمل ظابط عادي، هعمل ياسمين هعمل ظابط. فبجد والله قلت لهم والله العظيم بجد أنا هعمل ياسمين ظابط يعني. تمام. رحنا، دي بداية التعارف بقى. فأول مرة دخلنا في كان عندنا بروفة لبس كده، فياسمين شافتني فقامت حاطة دي على كتفي كده. جامد يعني. فبص لها كده مش عارف مين يعني، لابسه نظاره وبتاع، فانا مش قايلين لي ان ياسمين جايه النهارده. فانا ببص كده اللي هو مين اللي ماسكني جامد كده. فقالت لي كلمه كده مش هم بقى ايه، فقمت انا ردت عليها، فاهم قصدي؟ اللي هو بتبح له القطه يعني، فاهم قصدي؟ فالمهم فقامت داخله كده، قمت انا داخله عليك داخله جامده، داخله جامده يعني، فاهم قصدي؟ فالمهم فقمت انا ردت، فقام بص لي كده اللي هو انت هتهزر ولا ايه؟ تمام. فالمهم فقعدنا نبص كده وعادي، الموضوع عدى خلاص وبتاع مش عارف ايه. وانا بقى مروح، فطب وانا هعمل ايه بقى في المسلسل وبتاع مش عارف، وانا عايز اشتغل معاه يعني. حصل قفشه يعني، مش يعني قفشه نص نص كده يعني، بس يعني بهزار، فاهم قصدي؟ وانا عمال اقول بقى طب احنا هنعمل في المسلسل ده بقى، وانا بقى عايز اشتغل معاها يعني، فاهم قصدي؟ انا بحبها كمان كممثله جدا قبل ما اشوفها. فروحنا البروفه، فاحكي لي الكلام ده اول مره طبعا. قاعده اعرف. فانا دخلت من البروفا، فلقيت المخرج قاعد هنا، في كرسي هنا وكرسيين جنبه، وفي حد قاعد على الكرسي ده، ففضل يعني مخرج وحد وكرسيين. فقمت انا جاي كده بسرعه، كان شايل السجاد، فقلت لو انا قعدت على الكرسي ده بقت هي جنبي ما بيني وما بين اللي قاعد. قلت لا، المخرج ما بيتكلمش كتير، كنت قاعد انا هنا عشان ازنقها تبقى قاعده هنا، تبقى معايا انا بس، فاهم؟ والله العظيم. فالمهم فايه، قمت انا قاعد هنا، فهي متدخلت مفيش الا كرسي فاضل، حاطط خطه، ما انا خلاص بقى. تمام. فانا عايز اشوف بقى الحكايه دايره على ايه. فالمهم فانا قعدت هنا، فبقاش قدامها الا ده خلاص يعني، يلا هتقوم حد بقى، فاهم؟ مفيش حد قامت جايه مسلمه عليا وبتاع ومش عارف، وكمان كان مفيش حاجه حصلت. فانا ما كنتش جايب النسخه معايا، نسخه السكريبت يعني، فقلت انا معيش نسخه بس هنبص عندكم وبتاع. فقالت لي ماشي طبعا وبتاع ومش عارف ايه. فطبعا لو كانت قاعده في النص كنت انا احتست، كلمه هنا وكلمه هنا ما كنتش عملت حاجه. فهم قعدت كده وبتاع، وقعدنا نتكلم وبتاع، تا 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 ضحكت خلاص بقى يعني، قلبها مال، فاهم قصدي؟ اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش إت، ما تخليش حاجه تفوتك.